after this match, so we're going for the victory. نلعب للفوز ولن ندع احتمال للتعادل، فنحن نضع الفوز نصب أعيننا دائما. أما عن غانا فإن تكتيك وضغوط اللعب مركزة على هذا الفريق، لأننا مطالبين بتحقيق نتائج وكل الأنظار موجهة علينا وعلى تلك المباراة تحديدا، ولا بديل أمامنا سوى الفوز، وهذا ما سنفعله. تعلمنا اللعب الهجومي بأسلوب التكتل، ثم أصبحنا نتكتل أيضا دفاعيا، ووجدنا أن هذا الأسلوب صعب للفرق المنافسة وجعل منا خصم عنيد يصعب قهره. وفي المقابل فريق غانا يتمتع بمهارات كبيرة ومهاجمين أقوياء، إلى جانب لاعبي الوسط المميزين وخط دفاع محكم قادر أن يصد الهجوم بهجوم مضاد فعال. ونحن على يقين أن المباراة ستكون عظيمة، وقد استعدينا نحن أيضا جيدا لمواجهتهم. هذه المباراة هامة، وهي ثاني لقاء لنا في البطولة بعد أن فزنا في أول لقاء، ومن المهم أن نواصل رحلتنا في البطولة بالمزيد من الفوز، وأن نخوض المباراة الثالثة بارتياح وثقة. إن خوض لقاء مع لاعبين ماهرين تجربة ممتعة وبناءة، ولست أقصد بذلك أن أقلل من شأن لاعبي غينيا بيساو. في الحقيقة مباراة الغد ستكون مثيرة، وسنرقى لمواجهة الخصم بالمستوى الكروي اللائق. الصراع سيحتدم للسيطرة على الكرة في منتصف الملعب، وإني واثق أننا سنفوز لأننا نسيطر بحرفية على منطقة الوسط، وعلى المدرب أن يضع الخطة طبقا لما يراه مناسبا في هذه الحالة. لا يعني فوزنا على الكاميرون العام الماضي أننا سنفوز تلقائيا هذه المرة، لأن كل الفرق أصبحت تلعب بأقصى درجات الاحتراف، ونحن نكن بالاحترام لكل فريق في البطولة. نضع استراتيجية دفاع مختلفة لكل فريق يواجهنا في البطولة، ويعلم الجميع أن لقاء غانا والكاميرون لقاء حساسا، وسنلعب بأسلوب محترف لتكون المباراة ممتعة للجميع. الكل في غانا ينتظر منا الكثير في هذه البطولة، والجميع يترقب عودتنا بالكأس منتصرين. أمامنا مباراتين حساسيتين وحاسمتين، لن تكون سهلة أبدا، ولكننا تسلحنا بالتصميم على الفوز، ونحن على ثقة أننا سنفوز.